بالزواج. وراه احسان ما كتبش عليك، راه طراو بيناتنا واحد المشكل انا وهاد البنت وهادشي اللي كاين، وهاد غلط وراه غنتزوج فيها. كان باغي نتزوج تخسري لي حياتي. باغي تزوج؟ اه باغي تزوج. وانا شنو؟ انا بغيت غير هضرتي مع داركم؟ علاش كتعطيني كل نهار نهضر مع الوالده ديالك ملي انت داوي في ديك البنت؟ السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الدريه جات عندي اليوم تيستي صاحبها، نشوفوا البلان شنو كاين اليوم ان شاء الله، وحنا معكم على القرص. راك قايدي لي النمره؟ انا صوني وليه، شنو الاحساس ديالك؟ المهم نقول لك شيقه في راسي، نقول لك شويه. المهم قولي شي قاد، قولي شويه زيد عندي النمره. الو السلام عليكم. الو خويا العز، كي داير؟ بخير بخير خويا، صحه الله يحفظك. انت مزيان؟ لا لا بخير. شنو واحد السوبر ماركت خويا العزيز في الرباط ديال لي كادو داكشي ديال تركيا، المنتوجات ديال تركيا؟ مرحبا. جات عندنا واحد السيده تقدات واحد البرودوي تربح واحد 3 ايام ديال الفواياج لمراكش. وهاد الفواياج هذا تيكون ديال لي كوبل مزوجين مخطوبين صاحبين، وقلنا ليها عطينا السميه ديال شي واحد ماك اللي غيمشي معاك، وعطاتنا نمرتك. دابا انت ان شاء الله اللي غتمشي معاها باش نكونفيرميو مع هاد الشيء هذا، تعطينا سميتها هي راه معنا دابا. كيفاش هاد نعم خويا العزيز؟ كيفاش هاد الشيء اللي قلتي؟ والله ما سمعتك. كيفاش هاد الشيء اللي قلتي لي دابا؟ لا واحد المسابقة فهمتي كيفاش تنديروها في سوبر ماركت عندنا. وانا شنو المعمول مني؟ دابا هاد السيدة اللي معانا قالت لنا هي اللي كاينة في حياتك وانت في حياتها، دابا تعطينا سميتها باش نتيقوا باللي انكم بجوج على علاقة وغتمشيو انت وياها. اهلا وسهلا سالي الصوت هنا. الو السلام عليكم. السلام خويا، انا الدري ماك اللي صونت لك دابا تقطع لينا الخط في التليفون، داكشي علاش عاود صونت لك بهذا. قلت لك تعطينا سميتها خويا العزيز هي معنا دابا. المعمول مني خصنا نعطيكم السميه. اييه وانا خويا ما درتش شي علاقه مع شي بنت، انا البنت اللي كدير مع علاقه طلع بيناتنا واحد المشكل ورا غنتزوج بها. غتزوج بها؟ شو سميتها؟ سميتها آية. سميتها آية؟ واخا خويا خليك معنا. شو سميتها كنتي؟ إحسان. إحسان؟ إحسان. أخويا يتهضر معاك، يتهضر معاك. ألو؟ ألو؟ وفين صافا؟ فين لاباس؟ شكون معايا؟ ويلي ما عرفتش علاش؟ لا ما عرفتكش. موالف غير من صوتي كتعرفني واقيلا. والله ما عرفتكش شكون معايا. ماك إحسان. إحسان؟ ما عرفتينيش واقيلا. وفين احسان؟ بخير صافا الحمد لله. ومبروك الزواج. ورا احسان ما كتبش عليك، راه طراو بيناتنا واحد المشكل انا وهاد البنت وهادشي اللي كاين وهاد غلط وراه غنتزوج فيها. وانا مليك بلاتي نسولك بلاتي، فوق تزوجتي بعدا؟ ورا يلا غنبنى يلا غنتزوج دابا، بقى والو ان شاء الله عاد تجي معنا. وانا؟ وانتي ما طرا بيناتنا حتى شي حاجه وكدا. اذا هي طرا بيناتكم شي حاجه؟ ايوا راه المكتب. المكتب؟ لا طرا كيفاش. ها ودابا انا شنو؟ دابا لا بلاتي، دابا انا شنو؟ تبغي لي دير لاختك بحال هكا؟ وانا ما نبغيش، فهمتي راك تنقول لك الهضره وما جابتش الوقت. ما جابتش الوقت؟ فهمتي راك تنبغيك وكذا. بصراحة بصراحة قالوا لي عليك ماشي راجل، ولكن دابا تأكدت. ياك؟ قالوها لي، قالوا لي راك كيضل هو والبنات في الجردة. ولكن انا بصراحه تنقول على راسي حماره. انت اصلا ماشي راجل. دابا فاش كتعجبني ديما كتسنطح معايا. سمعتي انا ولا؟ انا ما غاديش ندوزها لك، عا باش تكون في بالك. شنو غديري بيا؟ انا دابا غير قلت لك، انا دابا غير قلت لك، تهلا ليا في اختك. صافي، سمحي لي وصافي. لا ما كاينش سمحي لي، حشومه عليك هادشي اللي كدير دابا.
علاش ما عرفني على والديك النهار الاول؟ انا باغي نتزوج تخسري لي حياتي. باغي تزوج؟ اه باغي تزوج وانا شنو؟ انا بغيت غير هضرتي مع داركم؟ علاش كتعطيني كل نهار نهضر مع الوالده ديالك ملي انت داوي في ديك البنت؟ وي وي راه الوالده حتى هي راه مشات الوالده؟ حاجه نحيد عرفتي شنو غادي نقول لك انا؟ اه ندمت على النهار اللي عرفتك فيه. انا والله حتى دابا كرهتك. ما مكتبش دابا راه انا كون جيت عندي انا تجي عندي دابا نتفل عليك. غلط كومونت راه شاد غلط وصلت لدارنا وبدا انت اصلا كلك اغلاط. انت اصلا كلك اغلاط من نهار عرفتك وانت غلط في الغلط. كفو عليك. وانا دابا سلام وقيل اخويا الصوت اي مشكل شو تقولي لي من هذا المنبر؟ المهم نقول يا خويا اول حاجه يلا يسهل عليا حيت فهمتي ما غنجي زعما كنا في حتى الاخر ولكن المهم غادي نسمح ليه حيت فهمتي انا باقا صغيره دوزت معاه تقريبا شي 3 سنين هادي و سمح ليه ما قدرتش نوض اي درتي تاويل ديال امين.